تفويض زوجتي أغلب الوقت بجانب والدتها بحجة أنها مريضة وهي فعلا مريضة، وقد طلبت أن تنتقل المريضة إلى بيتي لتقرب الأم من ابنتها ولتبقى زوجتي بمنزلها وبجانب أطفالها ولنستفيد جميعا من الاجتماع بمنزل واحد وحتى لا يكون هناك ضرر ولا مضرة. فوجود زوجتي خارج المنزل يجعلني وبقية الأفراد نعاني من حيرة وضياع، ولكن دعوتي لم تقبل من قبل عمتي ولا من أهل بيتها بحجة الإحراج ونحو ذلك. ويستمر على هذا المنوال شيخ صالح ليخلص إلى السؤال التالي: هل يلزم زوجتي أن تبقى مع والدتها وتترك زوجها وأطفالها، أم أن لي الحق فيما طلبت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ومما لا شك فيه أن للوالدة حقا على بنتها، وأن للزوج حقا على زوجته، وللأولاد الصغار حقا على أمهم. وما ذكرته من هذه المشكلة فأحسن الحل ما ذكرته من أن المريضة الوالدة المريضة تنتقل مع ابنتها لا بيتكم من أجل الجمع بين المصلحتين، الجمع بين خدمة الوالدة وتمييزها والبر بها وطاعة الزوج وخدمته وتربية الأولاد. هذا مما لا شك فيه أنه هو الحل الوحيد. إلا إذا كان هناك ظروف تمنع من مجيء المريضة إلى بيتك، فإذا كان لها أولاد أو بنات أخر غير زوجتك فإنه لا يتعين على زوجتك أن تذهب إليها بنفسها، لأنها تستغني بالأفراد الآخرين وتتفرغ زوجتك لمهمتها في بيتك. أما إذا لم يكن هناك من يخدم الوالدة المريضة فليس هناك حل سوى ما المجيء بها إلى بيتكم. هذه جمع بين المصالح وإزالة المشقة عن الجميع، وينبغي للوالدة أن تراعي هذه الظروف، وأنت مشكور في عرضك عليها المجيء واستعداد لاستقبالها توفير الراحة لها، وأنت لها عذر في الامتناع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.